السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مواضيعنا متواصلة، وربما رانا راح ندخل في مواضيع أخرى خاصة برفع الأجور اللي تحدث عليها رئيس الجمهورية الخاصة إن شاء الله بالسنوات القادمة. 2024 كنا شهدنا تتمة 47% من رفع الأجور، يعني 2021 22 23 24 كانت سلسلة من الزيادات، بدأت برفع الحد الأدنى للأجور، وبعدها كنا شفنا يعني زيادات أخرى كانت خاصة بالنقطة الاستدلالية وتخفيض الضريبة على الدخل ERG، كانت تم تخفيضها، ويعني كانت هي ديجا كاين فئات اللي الإلغاء نتاع الضريبة تماما بالنسبة للفئات اللي تخلص أقل من 3 ملايين. 3 ملايين وطلع، يعني تم تخفيض الاقتطاع هذاك. هذه صارت في 2022 في جونفي، بعدها كنا شفنا في مارس رفع النقطة الاستدلالية أو الرقم الاستدلالي، زادوا له 50 نقطة استدلالية. بعدها كنا شفنا بعدها في 2023 زاد تم رفع النقطة الاستدلالية ب 75 نقطة استدلالية أخرى، هادو كامل سببوا رفع الأجور. بعدها في 2024 في جونفي كنا شفنا رفع النقطة الاستدلالية مرة أخرى ب 75 نقطة استدلالية، استفادوا من هذه الزيادات عمال وموظفي الوظيف العمومي بالدرجة الأولى فيما يخص أنه يكونوا متعاقدين ولا مرسمين. هذا مبدئيا استفادوا من اقتطاع الضريبي أو خفض الاقتطاع الضريبي عمال الوظيف العمومي وعمال القطاع الخاص وعمال القطاع الاقتصادي وأيضا المتقاعدين. رئيس الجمهورية من خلال يعني اللقاء الأخير اللي كنا شفناه مع الصحافة كان قال أنه راح نكمل ندوبلي الأجور أو يعني الزيادات أو مضاعفة الزيادات. هادو الزيادات باش توصل 100%، يعني مازالوا خصو 53%، يعني واش حتكون سلسلة من الزيادات. هذه الزيادات اللي راح تكون حتكون تاني تدريجية، يعني واش صار في 2022 23 24 راح يزيد يصرى في 26 و 27 لما لا، وحتى في السنوات اللي بعدها راح يكمل بإذن الله أنه يكمل 53%. يعني الزيادات اللي راح تجي راح تكون أكثر من الزيادات اللي كنتوا شفتوها من خلال هذه 3 أو 4 سنوات اللي فاتوا. هذه النقطة الأولى. كيف تعرف يعني باش نعرفوا شحال الزيادة لازم يكون عندنا نص تطبيقي. وش معناتها؟ هو يقول لك كاين زيادة في الأجور. لعلينا كنا شفنا أنه بعض القنوات قال لك يعني الزيادة حتكون بين 15,000 إلى 30,000، يعني بين 1.5 مليون، أقلها راح يكون 1.5 مليون. أنا نتكلم على مجمل الزيادات، ركزوا معايا، أنا نتكلم على مجموع الزيادات اللي راها جاية اللي مازال ما دخلت اللي إن شاء الله راح تكون كاينة. المجموع نتاعها راح يكون بين 1.5 مليون، يعني ديما يزيدولوش يزيدولو 1.5 مليون، وثلث ملايين وقدرة تكون أكثر. هنا كيقول لك زيادة في الأجور لازم يكون كاين، عاودو نقولو نقطة النص التطبيقي. أنا أقول لك راح يزيدو لك في الأجور، لكن أنت تقول لي كيفاه راح يزيدو؟ يا هل ترى راح يخفضوا الاقتطاع؟ يعني واش راهم يقتطعوا لك من الأجرة نتاعك يخفضوا أوتوماتيكمون الأجرة راح تزيد؟ يا هل ترى راح يزيدوا لي ربما في الأجر القاعدي أو هذاك سالير دو باز تاعك راح يطلعوا لك فيه أوتوماتيكمون حيزيد السالير هذاك تاع البوسطة أو هذاك السالير اللي راح تخلصه أو الصافي الدفع الصافي هذاك اللي راح تديه؟ هذا هو السؤال. هنا النص التطبيقي أوتوماتيكمون ما على بالناش، لكن نتوقع أنه يكون في النقطة الاستدلالية. لماذا؟ لأنه نفس الفئات راح تزيد لها الأجور، أو ربما راح يكون كاين تخفيض آخر للضريبة، أو ربما راح يكون كاين زيادات تمس الجميع. هناك أنواع من الزيادات تمس الجميع اللي عندها علاقة مثلا بخفض الضريبة على الدخل ERG، هذه كي تكون كاين تخفيض للضريبة على الدخل تمس حتى القطاع الاقتصادي وتمس حتى القطاع الخاص وتمس حتى المتقاعدين. لكن كي يكون كاين زياده مثلا كما النقطه الاستدلاليه هنا تمس غير عمال وموظفي الوظيف العمومي. لكن كي تكون مثلا زياده
انه يرفع الحد الادنى للاجور. هنا ثاني تمس جميع القطاعات، القطاع الخاص والقطاع الاقتصادي والقطاع الوظيف العمومي الخدماتي ايضا الجميع. لماذا؟ لانه الدوله تقدر تفرض حتى على القطاع الخاص انه ما يخلصش تحت الحد الادنى، ما يخلصش تحت السميد، لكن ما يتقدرش تفرض عليه انه يخلص مثلا، نفرضه مثلا يخلص المهندس 5 ملايين او يخلص عون إدارة او ربما هكذا ما يهمناش، ربما باك بلس 5 ولا باك بلس 2 ولا باك بلس 3 يخلصوا مثلا 6 ملايين. قدر البريفي ولا يعني القطاع الخاص مهما تكون يعني الصفة تاعه يخلص كيما يحب. هذه نهضروها يعني تقدر تحدد له الحد الأدنى، لكن قدر يخلصك خد من الدولة. انت مثلا عندك باك بلس 5 نفرضه يخلصك في الدولة مثلا نفرضه انك تبدا من 5 ملايين، يعني تبداش من 5 ملايين على بال، نعطوك مثال. في القطاع الخاص لا، قادر يمدلك اكثر من هذيك، قادر يمدلك 10 ملايين وقادر يمدلك 4 ملايين، وهو يعرض عليك العقد. والعقد هو شريعة يعني كما على بالكم انه العقد هو اللي يحكم بين بين اي متعاقد سواء كان عامل او موظف، وبين هذاك يعني الشريك اللي هو راح يخدم عنده سواء مؤسسة او قطاع خاص، يعني اي كان قادر يخلصك اقل قادر يخلصك اكثر. هنا يحدد لك المهام تاعك ويقول لك راح تخدم هذه الحاجه وهذه الحاجه، وهذا هو الراتب، تقبل ما تقبلش هذيك حكايه اخرى. هنايا هادو الامور كي يكون كاين هادو القرارات اللي تعدل هادو الامور، هنا في هذه النقطه راح يستفاد من الزيادات القطاعات الاخرى. لكن كي تحدث على النقطه الاستدلاليه يرفعها سواء برفع القيمه نتاعها اللي يعني من 2007 ما ترفعتش، ولا برفع الارقام الاستدلاليه او الرقم الاستدلالي يزيدوا فيه بعض الارقام، هذا تعتمد عفوا تعتمد عليها او اللي يستفاد من زياده هذا النوع من النصوص، او ربما هذو يحددهم نصوص تطبيقيه، هم الوظيف العمومي اللي يستعمل في الحساب تاعو الرقم الاستدلالي. الرقم الاستدلالي هو اللي الحساب تاعو يجي سالار دو باز، يعني تحسبوا عن طريق تضرب الرقم الاستدلالي او ما الارقام تاع الخبره المهنيه تضربهم في قيمه النقطه الاستدلاليه وتتحصل على هذاك الاجر نتاع الموظف. دونك هنا هادو ما كما قلت لكم يحددهم الاجر، او عفوا النص التطبيقي هو اللي يحدد كيفيه الزياده. لكن احنا في النهايه 53% يعني واش راك تخدم واش راك تخلص عفوا اقسمها على زوج، هذيك هي الزياده راح تكون. هي ماشي راح تكون بصفه هي تكون اكثر بقليل، لانها 53% ديجا ما راهيش 50%، هذه مبدئيا. وثاني ما نقدروش نحددوا بهذه الطريقه لانه الحساب فيه حكايات اخرى. لكن كيف تعرف يعني بطريقه ماشي صحيحه 100%؟ قلت لك شحال راك تخلص اقسمه على زوج، مثلا تخلص 4 ملايين اقسمها على زوج راح يزيدوا لك تقريبا 2 ملايين، سلسلة الزيادات أو مجموع الزيادات القادمة إن شاء الله. ولا ما عرفتش يعني شوف روحك شحال كنت تخلص في 2021، في أواخر 2021 هكذاك شحال كنت تخلص هذاك الضربو في زوج. هذه هي يعني أبي بخي أو يعني بطريقة ماشي صحيحة 100%، لكن هكذا نقوله يعني بطريقة حسابية بسيطة هذا هو واش حتكون. يستناكم إن شاء الله لا بيطول العمر من زيادات أخرى في الرواتب والأجور.